المكسرات في رمضان. الفول السوداني. يحتوي الفول السوداني وزيته على العديد من المزايا والبقوليات المفيدة لجسم الإنسان. فوائد الفول السوداني: تنظيم السكر في الدم، تعزيز عمل الدماغ والقدرات العقلية، تعزيز صحة القلب والشرايين، خفض ضغط الدم، حماية الجلد وتعزيز صحته، يقوي الذاكرة. وكذلك يحتوي الفول السوداني على فيتامين إي وفيتامين B6 وB9 والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس والكالسيوم والمنغنيز والحديد والسيلينيوم والزنك. المكسرات في رمضان.